السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، اخباركم ايه؟ رب كله بخير. النهاردة يا جماعة حبينا نعمل لكم فيديو من محل جادو، ممكن يكون احسن من اللايف شوية عشان الشبكة. محل جادو دمياط، شارع الشرباسي، امتداد خالد وائل الحلواني، المتجه لهيبر جويدة. بفضل الله جماعة عندنا انتكات بكل انواعها، وعندنا فازات، وعندنا مفارش بكل انواعها، بفضل الله يا جماعة كل أنواع المفارش، كل أنواع المفارش والانتكات بفضل الله عندنا. عندنا ورود صغيرة ممكن تتحط المطبخ، جميلة قوي، 10 جنيه و15. عندنا أباجورات برضو، ده كريستان. الفرع النجيلة ده يا جماعة ممكن يتفرش على الماسورة بتاع الغاز أو على الباب. حاجة حلوة اهو يا جماعة، شغل نجيلة، سلك نضيف مش عادي يعني. دي الكوشن يا جماعة، بنعمل كل الألوان بفضل الله. مفارش النيش عندنا تبدأ من الستة بخمسة وعشرين جنيه. مفرش الليزر ده جميل 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 وطعم، مستطيل للصالون ومعاه 2 طقطوقة. جنبه ال3 قطع ده يا جماعة، المستطيل ده قطيفة، شغل قطيفة، بترقد بالترتر، شغل يدوي. الجبلان موجود، جبلان يا جماعة ب50 جنيه، وب75 جنيه، وب100 جنيه. مفارش خرز فرداني موجودة برضه. شغل الليزر ده يا جماعة انتظرونا بكرة بإذن الله، من ألوان كتير منه بفضل الله يعني. شغل الخرز عندنا يبدأ من 100 جنيه، يبدأ من 100 جنيه. أنا عايزكم يا جماعة تشوف الشغل ده بفضل الله يا جماعة. احنا مخصصين في المفارش والانتكات، مش بنجيب حاجة واحدة او بنجيب عينات، لا بفضل الله، ده احنا جملة وقطعي كمان. علب مناديل اكريليك موجود الوانها، بومبونيرات اشكال وشمعدانات اشكال والوان، شايفين يا جماعة. الطقم ده يا جماعة طقم 3 قطع، فازة كبيرة وفازة صغيرة وطبق شغل مودرن، يمشي مع حضرتك على أي حاجة، وكان موجود بفضل الله ألوانه وخلصت ورسومات وجية تاني. تمام يا جماعة. فرجكم الشغل يا جماعة، المفارش نتكلم عن قسم المفارش يا جماعة. بفضل الله عندنا جبلان من أول شماندة طويلة كده، طولها 1.10 متر، هتتحط للبار أو الدنسوار أو للتسريحة، تبدأ من 20 جنيه، اللي هي معلش يا جماعة دي اللي هي دي ب20 جنيه، موجود كل ألوانها. الجبلان ده يا جماعة عامل 80 جنيه من غير بطانة، ده جبلان من غير بطانة، ده شغل تل الموف، ده تل في قطيفة، اللي جنبه ألوان الجبلان من غير بطانة، تمام؟ ده تل في قطيفة كشمير، التاني موف. موجود الجبلان البني ده يا جماعة ب75 جنيه،
انا عايز كل متابعينا بس يا جماعة يعرفوا احنا بنبيع ايه او عندنا ايه في المحل. عندنا مفارش وعندنا انتيكات، عندنا اباجورات، عندنا ساعات، عندنا كريستالات، بفضل الله عندنا كل حاجة. تمام يا جماعة، محل جادو تاني عشان الناس لو تسعى ولا حاجة، دمياط شارع الشرباسي امتداد خالد والحلواني المتجه الى هايبر جويدة. تمام يا جماعة، موجود مفارش فتافيت، موجود مفارش قطيفة، فتافيت بكل الالوان. الطقم ده يا جماعة الموف ده جميل جميل جميل، طقم خمس قطع، الطقم ده خمس قطع مربع او بيضاوي على وش السفرة، مستطيل للصالون، مستطيل للانتري، واتنين طقطقة. ده الفتافيت يا جماعة، وده الشغل الخرز. الوان الفتافيت ذهبي واوف وايت، واوف وايت في ذهبي اللون ده يا جماعة. ده شغل يا جماعة شبير في جبلان، حاجة غسيل واستعمال واستحمل معاك بفضل الله اي حاجة. ده تلات قطع فتافيت موجود برضه بفضل الله كل الوانه. شايفين يا جماعة الطقم؟ بفضل الله جبلان جميع الالوان، شانيليا او جبلان بنبو 75 وبنبو 100 جنيه. تمام يا جماعة، لون الكشمير ده الجبلان التقيل يا جماعة بمية جنيه، جبلان ده بمية جنيه، جميل جميل جميل، خامة نظيفة، لون جميل يمشي مع حضرتك على أي حاجة. موجود الفاتح والغامق والنبيتي والكشمير، الفاتح والكشمير والنبيتي والغامق بتاعه يا جماعة بفضل الله، مش بنجيب صور من على النت أو حاجة، لأ. شايفين يا جماعة الشغل ال 16 ده؟ ده طقم 16 قطعة قطيفة، ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن 12 مفرش للنيش، أهو 12 مفرش للنيش، ومستطيل معاه 2 طقطقة. هوريكم المفرش ال 16 منه بتاعه الكامل، ده 12 للنيش أهو يا جماعة، شغل الأوفيت، ده مستطيل. مستطيل يا جماعة، دول اتنين طقطقة، ده المربع بتاعه، يبقى مفرش للسفرة على وش الترابيزة والمستطيل للصالون واتنين طقطقة. مثلا مفيش سفرة، يبقى صالون المربع والانتريه والمستطيل للانتريه والاتنين طقطقة بتاع الصالون. ده طقم قطيفة برضه يا جماعة، موجود منه 16 قطعة، ده لون تاني. السلام عليكم وبركاته. قطيفة شغل ترتر، الترتر ده يا جماعة ألوان، شغل نضيف نضيف نضيف. شايفين الغرز بتاعته؟ بفضل الله يا جماعة لكل عشاق المفارش والذوق العالي، لو عايزة تجهزي بيتك بحاجات حلوة وسعر حلو، يبقى بفضل الله تشرفينا في محل جادو. بفضل الله تشرفينا في محل جادو. شغل نكمل شغل الجبلين يا جماعه، فاتح وغامق وبني وذهبي. بني فاتح كشمير، ودي مفارش الدولاب يا جماعه، مفارش الدولاب، مفارش الدولاب يا جماعه. وعن الباسكت وجماله، باسكت بعلبة مناديل مترقد بشبير وفرنشا كل الألوان، بفضل الله أسعارنا حلوة ومش هتلاقوها عند حد. بنبيع قطاعي بسعر الجملة، موجود شغل جملة لشغل الأونلاين. تمام يا جماعة،
شغل القطيفة البشف بني ده الطعم الكامل اهو يا جماعة. ده مربع 16 قطعة، عنواننا يا جماعة دمياط شارع الشرباسي امتداد خالد وائل الحلواني المتجه إلى هايبر جويدة. تمام يا جماعة، شغل تحفة تحفة تحفة، يمشي مع حضرتك على الذهبي أو الأوفايت أو النبيتي. الترتر ده يا جماعة قبعة على اللون الأوفايت أو الفضي، والسلكة دي ذهبي. شغل الغرز يا جماعة اللي فيه شغل مترقد بالخرز بالترتر، شغل يده ومش لازقة. بفضل الله بنجيب حاجة خامة، ويا ريت يا جماعة نكون عند حسن ظنكم. يا ريت يا جماعة اللي يشوف الفيديو يشاركوا على صفحته الشخصية. لو في حد من أصحابك أو حبايبك بيجهز يا ريت يشرفنا. الآية القرآنية دي يا جماعة ب10 جنيه، الآية القرآنية دي ب10 جنيه بس. طقم طلعت قطع فتافيت بألوانه، طقم الليزر ده يا جماعة صالون واتنين طقطوقة، صالون واتنين طقطوقة. وده برضه يا جماعة طقم، القماشة دي تركي والله يا جماعة، القماشة دي تركي، دي متبطنة يا جماعة. والشين، والشين يا جماعة، يبقى شفنا يا جماعة قسم المفارش، مفارش فتافيت، مفارش خرز، مفارش جبلان، طقم 16 قطعة، مفارش مربع. شغل الخرز ده جميل قوي يا جماعة وحلو، ابدأ من 100 جنيه كل ألوانه. خش تاني يا جماعة على قسم الانتكات، عنواننا يا جماعة دمياط شارع الشرباسي امتداد خالد وائل الحلواني المتجه الى هايبر جويد. التلات ترابيزات ده يا جماعه الطقم المتداخل ده برضه بفضل الله للبيع، لو حد محتاجه او حاجه، لو حد محتاجه او حاجه. تمام يا جماعه، طقم الفازات ده عامل 75 جنيه تلات قطع. طقم المفارش اللي مفروش على الترابيزات ده يا جماعه ب 25 جنيه بس، تلات قطع ده ب 25 جنيه. شايفين البومبونيرة وجمالها يا جماعة؟ دي بومبونيرة حط فيها الشوكولاتة اهي، كان على ترابيزة الصالون أو السفرة. مفرش اللي تحتها ده قطيفة موف، حاجة حلوة اترقت بالترتر يا جماعة. شغل قطيفة جميل جميل جميل. شايفين الطقم الشمالين ده يا جماعة؟ الطقم ده طعم قوي قوي قوي. عارفين الطقم ده بكام يا جماعه؟ الطقم ده عامل 180 جنيه بدل 250 و225 زي الناس اللي بيبيعوه. بفضل الله احنا بنكسب زباين، بفضل الله بنجيب حاجات حلوه، حاجه ساعه وانتيكه في نفس الوقت. المفارش ده يا جماعه حاجة بسبعة ونص وبخمسة جنيه، جميلة قوي. المفرش ده يا جماعة عامل 5 جنيه، ده بسبعة ونص. تمام، موجود كل الألوان. عن جمال بقى علبة المناديل ده يا جماعة، علبة مناديل على هيئة راديو، جميلة أوي يا جماعة.
الدرج اللي فتحته ده يا جماعة ممكن حضرتك تحط فيه ورق أو تحط فيه كروت أو فلوس أو أي حاجة، مفاتيح مثلا البيت، علبة المناديل يا جماعة، شغل ليزر، حاجة حلوة. بابها جرارة يا جماعة، باب ده جرار اهو يا جماعة، تمام. شايفين البونبونيرة ده يا جماعة؟ دمياط، شارع الشلباص، امتداد خالد وائل الحلواني، المتجه الى هايبر جويدة. الناس اللي بتسأل عنوان يا جماعة، طيب البونبونيرة دي جميلة جميلة جميلة، حاجة حلوة. الفازة دي كريستال يا جماعة، الوان المفرش ده يا جماعة مدور، شغل سوري بس حاجة حلوة قطيفة اهو، بفضل الله شغل جميل 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 ومقاسه حلو. الفازة دي يا جماعة خام بوليستر، برواز ده جميل قوي مودرن اهو، فرق برضو كله الوانه. بيت الشغل بتاعه يا جماعه الوانه حاجه جميله وتحفه فنيه. الساعه دي يا جماعه بنادول جميله قوي، شغل المودرن، ساعه واتنين تابلوه، حاجه في غايه الجمال. محل جدو يا جماعه دمياط، شارع الشرباس، امتداد خالد والي الحلواني، المتجه لهايبر جويده، بجوار صيدليه جبه، بجوار صيدلية جبة، شارع الحاج أحمد العقاد الفساتين. شايفين يا جماعة البرواز الطبيعي ده؟ طابلو جبلان، شغل يدوي، كسر النجف، حاجة حلوة وقيمة. المفرش ده مربع يا جماعة، مقاس كبير كبير حلو، سوري لسه نازل. موجود طبلات صغيرة برضو يا جماعة، ده السفرة يا جماعة، سفرة دواير، مقاس كبير حاجة حلوة وخامة، مقاس كبير حاجة حلوة وخامة. موجود شغل الخرز، سفرة اهو يا جماعة، شغل الخرز ده جميل. موجود يا جماعه طعم انتريه، كنبه كبيره وكنبه وسط، كنبه كبيره وكنبه وسط، واتنين فوتيه، اربع قطع. مفرش الجبلان السفره ده جميل جميل، حاجه حلوه قوي قوي وخامه نظيفه. ده طعم الشانيل يا جماعه، الناس كانت بتسال عليه، طقم الشانيليا نبيتي ودرجة البيج الفاتح. الطقم ده يا جماعة 10 قطع، 10 قطع، كنبة كبيرة وكنبة وسط، واتنين فوتيه، وست مفارش اللي هم دول يا جماعة للظهر. شايفين الشغل؟ المفرش ده جميل قوي يا جماعة، المفرش ده جميل، خامة نظيفة وسعره في غاية الجمال، سعره جميل قوي. موجود منه مستطيل ومربع وتلات قطع، ده التلات قطع بتوعه يا جماعة، وده المربع، ده المربع اهو. ده شغل الجبلان يا جماعة برضه، سفرة شغل جميل، سفرة حاجة حلوة. مفرش الجبلان ده يا جماعة اهو جميل ب 100 جنيه، ده ب 100 جنيه خامة تقيلة. شفتوا المفرش الكشمير ده عامل 75 جنيه. دمياط، شارع الشرباص، امتداد خالد وائل الحلواني يا جماعة، متجه لهايبر جويد. الست مفرش دول يا جماعة ب 25 جنيه، بفضل الله كل ألوانهم موجودة، بفضل الله كل ألوانهم موجودة. شايفين الجمال؟ ست مفارش ب 25 جنيه. موجود برضو بفضل الله شغل للجملة. شايفين الشغل يا جماعة؟
كل الالوان. حضرتك لو عايزه برضو تشرفينا المحل، فرجي برضو على الطبيعه دي يا جماعه. عروسه دي 2 طقطقه بس جميله قوي قوي قوي، تتحط في الصالون، تتحط عندك في اي مكان. وجود كريستالات صغيره، فازات مودرن، شغل الشمعدان، 2 شمعدان وساعة. المراية دي جميلة أوي يا جماعة، لسه جديدة. بفضل الله يا جماعة كل الأنتيكات والفازات، شغل مودرن وكلاسيك، ساعات، علب مناديل، طفايات، شغل الكوشن ده يا جماعة بفضل الله ده شغلنا احنا بس، تقطيفة بس حاجة حلوة. وردة ب10 جنيه وب15، طقم فازات كل الألوان وطفايات. يا رب نكون أمتعناكم يا جماعة، يا رب نكون عند حسن ظنكم، يا رب نكون بنجيب لكم شغل يعجبكم. فازات كل الألوان وأباجورات، يبقى كده يا جماعه فرجناكم شغل الانتيكات والمفارش، شغل الانتيكات والمفارش، كريستالات، شمعدانات، الفازات، لطقم المودرن. تمام يا جماعه، يا رب نكون عند حسن ظنكم، اشوفكم على خير. عنواننا تاني دمياط، شارع الشرباس، امتداد خالد والي الحلواني، المتجه الى هايبر جويده. الجروب يا جماعه جادل للمفروشات والانتيكات، يحيى جادو للمفروشات والانتيكات، دي قناه اليوتيوب يا جماعه بتاعتنا. تشرفونا، تحت امركم، تصبحوا على خير.